قلنا الصاين اذا كان المضمون لا نهايه يحافظ، اما اذا كان المضمون صفر قانون. تعال احكي على الكوساين شوي. الكوساين، الكوساين اذا كان المضمون لا نهايه احاطه جباري عندك بشو؟ ايوه الشحاطة. الشحاطة. واذا كان صفر يحول الى صاين. واحده من البنات عام 2013 عم درس بكالوريا شرعت لي هذا القانون. جاء من الامتحان ما بتسأل كوساين اكس على اكس على اكس على صفر واحد، فهي اخذتها من الصاين. الله اكبر. فبنعرف قانون للكوساين بيشبه ما في اي شيء، هذا القانون فقط للصاين. وبالمناسبه انا قلت لك اللي ما قلت لك بمنهاجنا كل القوانين اللي جوابها واحد مقلوبه واحد، يعني هذا العكس بتصير. نجمع على الصاين نجمع، لما نجمع تسعة على الصفر كمان شو جواب؟ واحد، يعني اثنين بتخلوا ما عندي مشكلة. أما لا يوجد قانون للكوساين، إذا هذا القانون فقط لني فقط للصاين. لذلك لما يطلع شوفي أريد أشعر لي شو هون قدر الإمكان بحيث أطلع بيها جزا شو هو أرمي يا حلو عشان في تبدوها هلا اذا كوساين شو بنعمل؟ بنحوله للصاين، اذا الغريب معنا صفر بطل الكوساين، اذا بنستخدم قانون يحوله الى صاين. اذا هنا بنستخدم قانون يحوله الى صاين، رجعي. والقانون بدنا نحفظه، قانون هام جدا، تعال نحفظه. يقول القانون كوساين شو نجمة بدكم؟ نجمة هو واحد ناقص اثنين ساين مربع نصف الزاوية نجمة هذا القانون بيحول الكوساين لشو؟ لساين وبحل لي المشكلة. قوانين كان الكاتوليكو هني على جنب شفتوها؟ أول قانون بالمستطيل اللي موجود على جنب. والقانون، القانون اللي بالنص مشتق من هداك. وآخر واحد رح يلزمني. الأول والثالث رح يلزموني أكثر. طيب. مثال. هي مثال دور ورا، طول ما نشوف. تحت الوظيفة. تمرين ها طب جنبه دورة احسب ليميت واحد ناقص كوساين اثنين اكس على اكس لما اكس تسعى للصفر. جانا هذا السؤال بالامتحان ما نعوض كوساين الصفر واحد، واحد ناقص واحد صفر على الصفر عدم تعيين. فبدنا نتخلص من عدم التعيين، بنفكر بالموضوع حسب هذا المخطط. إذا مضمون الكوساين صفر نستخدم قانون بفرق أول مع أول. كوساين صفر معناها في هون قانون. لذلك شو بعملها؟ بعملها الليمت. واحد ناقص بفتح قوس. هذا الكوساين هو اللي أنا بدي أحوله للقانون. حطه جوا هذا القوس. كوساين 2 اكس شو قانون؟ واحد ناقص 2 ساين مربع نصف الزاوية شو نصها ل 2 اكس؟ هذا هو القانون. واحد ناقص 2 ساين مربع نصف الزاوية. جبت لنا طاولة ثانية شو السؤال؟ كوساين 2 اكس ليش مش مكتوب عندك؟ 2 اكس
عندك عندك نص شويه بس نص تاني انا مسكر النقطه يا مخارج مخارج اسمع لك معنا ابدا من مره واحده خرجينا هذا تحت الوظيفه يا حبيبي انا شربت دقيقتين ورجعت على اكس فك القوس الناقص بنضرب بهاي بتنضرب بهاي شو بتصير؟ ليمت واحد ناقص واحد صفر هذول بيروحوا مع بعض شو ضل؟ ناقص 2 ساين مربع اكس على اكس ولا زائد ناقص بناقص زائد لما الاكس بس على شو كانت؟ بس هلا في عالم حافظين لهي قانون جاهز من هون حافظين لهي مو غلط تاخذ العلامه بس هذا القانون بيغش لانه احيانا هذول عم يكونوا بالعكس عم تكون كوساين 2 اكس ناقص 1 بدك تدير بالك فالقانون الاساسي هذا هو واللي حافظ لهي فورا ومتاكد 100% فيني طش لهيك هلا بنقوم طاشينها فورا من هاي كاتبين لهي بس نحن الاساسيه هذيك شحال هلا بنطلع الجواب يلا الساين مربع اللي فوق فينا نعملها ساين ضرب ساين نفرفطها الساين مربع اللي فوق فينا نعملها الليمت 2 ساين اكس بساين اكس ساين مربع عملنا ساين بساين على اكس لما الاكس بس على الساين هذون قانون جوابه واحد ضلت معنا 2 ساين الصفر صفر وهذون واحد الجواب هاي دول 2000 مدري شو 2500 صعبة؟ نجي انا بالوظيفة تعال نشوف شو في ساين وكوساين مشان نحضر الوظيفة لبكره رح فادك شوي بدي لك احاطة للقانون الواحد سبعة الاثنين احاطة طب جنب رقم 2 احاطة الاربعة قانون الخمسة احاطة ستة قانون واثناش قانون بين الدول 12 قانون رقم اليساريات رقمهم 9 10 انت ونازل الترقيم من رقمية اليسار مدري عالطرف الحمر رايحة كلمة رقمهم 9 10 انت ونازل 12 قانون يا حلو طولي بالك علي ب 13 احاطة هذا لنا بكره هيك بنكون عملنا مراجعة سريعة كيف بنطلع نهايات مثلثية اللي بعده نرجع الحالات ورا تابع الجذر التربيعي له طريقتين اخراج عامل مشترك او الضرب بالمرام كثير طلاب ما يعرفوا اي وحده رح يطبقوا لذلك رح نعمل كمان مخطط لها رح احكي اول شيء عن الضرب والقسمه بالمرام انت انا بالجذر التربيعي بستخدم هذه الطريقه هناك بعض الاشكال الشائعه التي تساعدنا على ذلك مثلا اذا شفت انا جذر تمام وهون في مضمون الجذر ax مربع زائد كذا كذا الى اخره ناقص بين الجذر في جذر له الطرف ومكتوب جنبه اكس فهذا المقدار هو جذر لهذا المقدار المسيطر اللي جوا الجذر شو جذر الـ AX مربع جذر الـ AX صح ها جذر لها وليش جذر X مربع فبس شوفوا لهذا المنظر
بيخطر على بالي اني اضرب وقسم بالمراحل. مثال عمل limit جذر 4 إكس مربع زائد 5 مثلا ناقص إكس وإكس بس على النهاية شفناها لهي من هاي التمرين هاد جذر لهاد معناها أنا رح أضرب المراحل هيك أنا بضرب بعرف كيف بدي أحلها تعال نكمل معك كيف بضرب المراحل بصير ليمت تحت الجذر 4 إكس مربع زائد 5 ناقص 2 إكس بفتح قوس ثاني بضرب تحت الجذر 4 إكس مربع زائد 5 زائد 2 إكس المرافق تذكر غير الإشارة اللي بالنص تمام هذا المرافق من صف التاسع مو ضمن الجذر اللي بالنص على نفسه تحت الجذر 4 إكس مربع زائد 5 زائد 2 إكس إذا بنضرب البسط والمقام بالمرافق بنضرب البسط والمقام بالمرافق نجي أنا نطلع الجواب احتمل فوق مش عارف أدخل القاعدة هون هلا الفرنسي شو بيعمل؟ بيروح حل محل بيرجع محل مكان السوري أذكى من الفرنسي السوري بيتذكر قانون ستي الله يرحمها ناقص جدي هاي ستي وهي جدي ضرب ستي زائد جدي الجواب ستي مربع ناقص جدي مربع هذا هو مين ستي هاي ستي 4 اكس مربع ناقص 5 زائد 5 طوله زائد 5 مربع الاول بطير الجذر ناقص مربع الثاني 4 اكس مربع إذا هدول بيتوحدوا بالمتطابقة اللي أخذينها من صف التاسع على تحت الجذر 4 إكس مربع زائد 5 زائد 2 إكس طبعاً أنا جد وستي ميتين بترحم عليهم جد أجدادي وأستاتي الأربع ميتين مين جد وستو عايشين الأربعة الأربعة ما شاء الله 1 2 3 4 5 أربعة عايشين وانت كمان بتروح اليوم بتبوس ايديهم وبتقول لهم الله يطول بعمركم لانه هي نعمه مفقوده عند العالم. مين عايش جده لجده؟ ابوه لجده. أما للتاتا هذيك السنه ماتت عمرها 105 هيكون خربت ما ضايقك انكم ما خربت. مين هيك؟ مع حدا؟ مين عايش عندك؟ لما نتاكل هذول كنت عم تمضي ايام السنه اللي كان كل شوي تقولي ماتت ستي وماتت امها لستي رجوع عشان اليوم جاي يوم والله كشف ماتت انت تقول ماما ماتت طب ماما بيجي الله يطول بعمرك يعني مركزه ولا ما يعلم بلا عارف خليها تموت احسن نرجع الدرس هدول بيروحوا مع بعض اللي عم نشوف الفيديو اللي عايشين اجداد الاربعه يعلق لنا خمسه على تحت الجذر 4 اكس مربع زائد 5 زائد على اكس بس على شو؟ عدد على نهاية لا نهاية زائد لا نهاية لا عدد على نهاية هيك بنكون تعلمنا او راجعنا كيف نحن بنضرب بالمراحل اذا انا كيف بعرفك انه بدي اضرب بالمراحل هاد جذر ولا تمام هذا مثال خارجي على السلف بده يشتغل عندي حالة ثانية لحتى انا اعرف اني انا بدي اضرب بالمراحل يا نذكر
يمكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يلاقي معي 17 مليون والحادي عشر والبكالوريا والمذاكرات وهي بمساح. الحالة الثانية انا من الحادي عشر بعطيه للطلاب. الحالة الثانية وفي عالم طبعا اول مرة عم نشوف بيكون تحت الجذر، ركز لي على هالحالة، في عالم بتخطر على بالي. اكس مربع زائد اعطيني رمز العدد. تكرار. بيكون برا جذر لهالعدد. جذر الـ A. ها جذر لها. مثال. ليمت تحت الجذر اكس مربع زائد 9 مثلا ناقص 3 على اكس لما اكس بس على الصفر. اذا بدنا نعوض صفر على صفر عدم تعيين. كيف تخطر على بالي؟ هاد جذر لهاد. هاد جذر لهاد. فبضرب بالمرافق. في تمرين بيشتغل الوظيفة اللي بيقول لك وين؟ رقمه 9 تبي جنبه مرافق. دامجين بين الجذر والصاين، هذا مضرب بالمرافق. والثلاثة مرافق على الحالة الأولى، كمان وظيفة. إذا رقم ثلاثة مرافق، رقم 9 مرافق، أضل الوظيفة. موضع حاطة؟ أي وحدة؟ التمرين الأول فرجيني كمان مرافق. تعال أعطيك كل المرافقين معنا. الواحد والثلاثة والتسعة هذول كلها تضرب بالمرافق وتجرب هي الطريقة. تعال كمل هاي. لا مرافق حصرا بس يكون يا هدي هاد جزر لهاد مرافق عامل مشترك راح يعطيك جواب. اكس في النقطة بتناقشيها مرتين عند الزائد الثاني هي تعتبرها زائد اكس عند الناقص تعتبرها هنا شو عندنا عند الزائد ولا عند الناقص؟ معناها تعطيها زائد اكس تمام؟ يا ضربنا بالمرافق تحت الجذر اكس مربع زائد 9 ناقص 3 ضرب تحت الجذر اكس مربع زائد 9 زائد 3 على اكس بي تحت الجذر اكس مربع زائد 9 زائد 3. هاي بتروح مع مين؟ هذا فرنسي هذا فرنسي. القانون بيقول لنا مربع الاول هي اكس مربع زائد 9 ناقص 9 على اكس تحت الجذر اكس مربع زائد 9 زائد 3. 9 مع 9 واحد والاكس مربع مع الاكس واحد. ضلت ليمت اكس على تحت الجذر اكس مربع زائد 9 زائد 3 صفر على عدد. هون في جذر وهون في جذر. جذر وجذر وبيناتهم ناقص. وهون المسيطر نفسه مثلا. إذا بهذه الحالة إذا سواء كان إكس ولا إكس مربع ما فرق، المسيطر نفسه وكمان نضرب مين؟ بالمرافق. ما لي مالك معكم بوظائف المنهاج مرة إياس. إذا هذه هي حالات الضربة بالمرافق. أو بعض الحالات أو أغلب أشهر حالات الضرب المرافق اللي موجودين بمنهاجنا. في طريقة ثانية للجذور غير ضرب المرافق واللي هي إخراج العامل المشترك، هيك بخبطوا فيها الطلاب شوي.
أهمهم يسأل عليها. فجونا الشكابين كان كما ملاحظات كابين طلعت خيمة إخراج عامل المجتمع وبرروا. هلا ناقشنا الحالة الثانية بدنا نرجع على إخراج العامل المجتمع. راح ناخذ صادري راح ناخذ مثال على حالهم. عاصم المخطط يلا بيبي مثال لمن تحت الجذر اكس ناقص 3 ناقص اكس والاكس بس على الثاني اول لا نهاية ناقص لا نهاية عدم تعريف هل نضرب المرافق شوف هاي ما أنا جذر لها بالمثال اللي قبله كانت هونيك إكس مربع وهونيك إكس فضربنا بالمرافق هون لا والله ما في شيء كيف بنطلع عامل مشترك؟ رح انت الخطوات وطبقا واحد نخرج اكس مربع داخل الجذر عامل مشترك نخرج اكس مربع جوا الجذر عامل مشترك رح طبقها فورا تصير ليميت تحت الجذر اكس مربع نفتح قوس x على x مربع ناقص 3 على x مربع ناقص x هلا بيجي واحد بدي استاذ جوا الجذر ما في x مربع كيف انا عم طلع عامل مشترك بالبكالوريا رح اقول لك طلع الحمار عامل مشترك عزك الحمار مش شرط انك تقسم عليه واذا طلعت x ما بتستفاد حصرا مين رح لونها x مربع اجباري طلع x مربع عامل مشترك بس تعال نظبط المنظر شوي تحت الجذر x مربع x على x مربع 1 على x ناقص 3 على x خطوة الثانية بعد ما طلعت x مربع داخل الجذر عامل مشترك نطبق الخاصة تقول جذر الـ A بـ هو جذر الـ A ضرب جذر الـ B بتوزع الجذر على هاي واحد بتصير هون بتوزع الجذر على هاي واحد بصير جذر x مربع ضرب جذر 1 على x ناقص 3 على x مربع ناقص x هدول طبقت عليهم الخاصة تعال نكمل شو جذر x مربع x غير مطلق تمام جذر الـ X مربع هو قول حسنت هو X بالقيمة المطلقة هاي المطلقة الله يعين الله لا يطلقها قولوا أنا لا الله لا خلي زوجهم يطلقها اللي بنات مبسوطين بها التعود حتى لو تزوج عليك لا طبعا معك تعمل الاكس حالتين اما زائد اكس او ناقص ولكم ديروا بالكم انت بناخذ زائد اكس لما الاكس تسعه
للزائد لا نهاية أو يستسعى للصفر الموجب. أنت باخذها ناقص إكس. لما إكس تسعى للناقص لا نهاية أو إكس تسعى للصفر السالب. إذن هذه القاعدة من 11 ما تنسى. هون نحن بسؤالنا الإكس تسعى لمين؟ للزائد. فجواب هي قيمة مطلقة وبكتب بدال الزائد إكس وبصير هي زائد إكس. من تحت الجذر 1 على إكس ناقص 3 على إكس ناقص إكس. هون الغلط اللي عم يصير عند الطلاب عم يعلم بكير على الطاولة، لسه في خطوة بعدها. وين راح كمل؟ هو عم يسألني الخطوة اللي بعدها. ثلاثة نخرج إكس عامل مشترك بين الحدين. وين الإكس عم يحط عليها؟ هالإكس اللي هون هالإكس اللي هون هذا حد وهذا حد. بنطلع بيناتنا الاكس عامل مشترك. اذا بهالطريقه عم يطلعوا العامل المشترك مرتين. مره باول خطوه اكس مربع، مره باخر خطوه اكس. بنطلع الاكس عامل مشترك. رح اكتبها فوق مواري اذا مبين عليكم، هي رح كملها فوق. سير ليمت. اكس طلعت عامل مشترك، راحت هالاكس مع هالاكس، ضل الجذر. تحت الجذر. 1 على إكس ناقص 3 على إكس مربع ناقص إكس واحد. طويله إكس على إكس 1. هلا معوض بعد عناء شديد. بدل إكس عم معوض زائد عن الضرب. عدد على نهاية الصفر وعدد على نهاية الصفر طلعت صفر ناقص واحد. موجب في السالب الجواب السالب. في حدا بعرف كيف اتصل إكس على إكس مربع؟ شوف هاي كمان تصير إكس على إكس مربع. هاي عيب ما وصلت أول فيها. هاي أصلا إكس بإكس. لو تروح وحدة مع وحدة بتطلع واحد. أما لو كانت إكس مربع على إكس جوابها إكس. بسرعة جدا. هذا مثال على شو اسمها الحالة هنا؟ إخراج عامل مشترك. إذا إخراج عامل مشترك يتم على مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. مين عنده سؤال؟ أشكر اليوم ما في شيء.